السلام عليكم. دلوقتي لو انا عندي الموديل موجود وعايز اضيف مثلا مبنى جنبيه، او في مثلا كاميرا او عمود عايز اضيفها ما كانتش موجوده في الموديل، او اي شكل عايز اضيفه، هاجي هنا في المساحه الفاضيه وادوس رايت كليك واقول له كرييت، واقول له لان ان انا عايز اعمل مثلا شكل دائري او اسطواني او بوكس او تكست زي ما انت عايز. قول مثلا بوكس، هبدا ارسم اهوت. وبعد كده ببدأ اديله الارتفاع بتاعه بالشكل دوت، واديله الاسم بتاعه، وبيقول لي انت عايز تضيفه لريسورس ولا لأ. طيب تقدر تعمل عليه سيلكت وتدخل على 3D بروبرتيز، وهتلاقيها هنا 3D فيو بروبرتيز، 3D بروبرتيز اهيت. فتقدر في اي لحظة ان انت تعمل له روتيت بالزاوية اللي انت عايزها، في الاكس او في الواي او في الزد زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اغير السكيل بتاعه ده اهوت، يغير لك السكيل بتاعه وهكذا. تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، تقدر تلاقي الخصائص بتاعته زي ما انت حابب ان انت تعدل فيها وهكذا. فتقدر تضيف الشكل تقدر تضيف اي شكل مثلا دائري، شكل مربع، مستطيل زي ما انت عايز للموديل بتاعك.